السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 6 الحركة في بعدين، القسم 2-6 الحركة الدائرية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد دائما في سرك أو اكتبها على كتابك شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق. جيب ورقة وقلم وجيب الورقة اللي كتبت فيها المعادلات الخاصة بالحركة الدائرية منشان تختار منها المعادلة المناسبة للحل، وتحفظ بالتكرار. تسير سيارة سباق في مضمار مستوي وتنعطف بسرعة، رمز السرعة بي سمول، وأعطيك إياها 22 متر لكل ثانية، في منعطف نصف قطرة، رمز نصف القطر آر سمول وتساوي 56 متر. أوجد التسارع المركزي للسيارة اللي رمزه AC، وما أقل قيمة لمعامل الاحتكاك السكوني بين الإطارات والأرض لتنعطف السيارة دون أن تنزلق. بدهم US. هلأ لحساب AC، جيب الورقة اللي عندك وشوف شو المعادلة اللي بتربط ما بين هالمتغيرات الثلاثة، حتوجد انه هذه AC وتساوي B تربيع على R، وتساوي بتعوض عن B بقيمتها وتربع ما بتنسى التربيع على R اللي هي 56 متر، بيطلع عندك بهذا الشكل. خلصت الطلب الأول. هلأ الطلب الثاني لمعامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك وين بده يكون موجود؟ بقوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك وين بدها تكون موجودة؟ منطبقة على قوة القوة المركزية. انت بتعرف من درس الاحتكاك انه قوة الاحتكاك السكوني تساوي لمعامل الاحتكاك السكوني في القوة المتعامدة او القوة العمودية FN. اذا ميو اس وتساوي قوة الاحتكاك على القوة العمودية اللي هو هذا، لكن قوة الاحتكاك تساوي للقوة المركزية الكتلة في MC، هذا من النظر اللي انت دارسه، والقوة العمودية بتساوي لM في G، لا الوزن، لان دائما القوة العمودية معاكسة للوزن. منعوض ميو اس وتساوي قوة الاحتكاك على القوة العمودية، قوة الاحتكاك M في AC، والقوة العمودية هو M في G، M مع M بتروح بضل AC على G. AC عبارة عن 8.6 متر لكل ثانية تربيع، وG 9.80 متر لكل ثانية تربيع. لاحظ وحدات القياس متماثلة، نحذفها فبيطلع ميو S وتساوي 88%. بهدوء بتحلها شوي شوي وفي أمان الله. ولا تنسونا من الدعاء.